أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالحكم الذي أصدره القضاء العسكري في مملكة البحرين بحق أعضاء الخلية الإرهابية التي خططت لتنفيذ مؤامرة خبيثة لاغتيال معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. واكد الامين العام لمجلس التعاون ان ما كشفته محاكمه عناصر الخليه الارهابيه من اعترافات وادله دامغه على التخطيط والتامر والتخابر مع جهات خارجيه من بينها ايران يعكس فداحه المخطط الارهابي الجبان الذي سعت هذه الخليه الى تنفيذه. في محاوله يائسه لزعزعه امن واستقرار مملكه البحرين عبر ارتكاب اعمال اجراميه تسفك الدماء وتشيع الفوضى والعنف. وعبر الامين العام عن تقديره واعتزازه بالجهود المتميزه والموفقه التي قامت بها الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه بمملكه البحرين لملاحقه عناصر الخليه الارهابيه ومتابعه انشطتهم الاجراميه في الداخل والخارج ورصد مصادر تمويلهم والجهات التي تقف وراءهم وتوجيها توجيها ودعما وتدريبا حتى تمكنت من القاء القبض على عناصر الخليه. واحبطت مؤامرتهم الشنيعه التي كانت تستهدف رمزا وطنيا بارزا في البحرين تميز بالولاء والاخلاص والعطاء السخي لبلاده ملكا وحكومه وشعبا وعرف بمواقفه الوطنيه المشرفه في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها وأعرب الأمين العام عن ثقته التامة بأن مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة ورجالها الأفذاذ ستظل بعون الله عصية على كل من يسعى بنواياه الإجرامية الشريرة إلى المساس بأمنها واستقرارها وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها